السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ هنكمل مع بعض ان شاء الله الجزء الثاني في الفيرلايز اوتوميشن 8. هنشتغل على الاركتكتشر. تمام، الفكره كلها بالنسبه لنا يا شباب في الشرح ده ان احنا هنشرح البناء بتاع الفيرلايز اوتوميشن نفسه ازاي بيشتغل. احنا شايفين كده يا شباب ان شاء الله هنشرح الكومبوننت بتاعته اللي بتستخدم، لان هو النوع في النوع الستاندر وفي نوع الكلاستر. الكومبوننتس جوه الفيرلايز اوتوميشن نفسه، نشرح الكوبرنتيز والرول بتاعتها جوه في الفيرلايز اوتوميشن ابلاينس. تمام، طيب بالنسبه لنا ان شاء الله هنشرح، نصغر شويه عشان تظهر ايه عايزين نستخدم. وانت بتعمل دبلو لازم تشتغل حاجه من الاثنين، يا اما ستاندرد يا اما كلاستر. خلاص، هتستخدم طبعا حاجه في البيزنس بتاعك. لو كان البيزنس بتاعك مجرد بروف اوف كونسبت، مجرد حاجه لعرض الموضوع او لاب او حاجه او بيزنس صغير جدا، يكفي انك تستخدم فيرلايز لايف سايكل مانجر واحد، وايدنتي مانجر واحد، وفيرلايز اوتوميشن واحد، وتعمل الديبلويمنت ده. بس بيكون في خطوره عندك ان لو في حاجه منهم كراشت ممكن تبقى عندك مشكله لحد ما ترجعها. لكن اللي بيفضل دايما في الشغل الكبير والشركات الضخمه ان نجي يعملوا ان هو ايه يعملوا ديبلويمنت على مستوى كلاستر. الفيرلايز لايف سايكل مانجر واحد مفيش مشكله، لكن الايدنتي مانجر يكونوا ثلاثه ابلاينسز، ثلاثه بنفس السايز بتاعتهم، وثلاثه فيرلايز اوتوميشن بنفس السايز بتاعتهم، و لود بالانسر اكسترنال لود بالانسر ما بيكونش نيتف داخلي من عندهم، سواء تعمله من جوه ان اس اكس تي او من افي او من اي تول ثانيه، اف 5 او اي لود بالانسر، بس لازم تكون عامله بريبريشن ومجهزه قبل ما تعمل ديبلوي. ولود بالانسر اخر بتعمله للفيرلايز لايف سايكل في الفيرلايز اوتوميشن. تمام، طبعا ده بتعمله للايه للانتربرايز الكبيره للشغل بتاعها العادي. طيب احنا بقى عايزين نعرف الديبلويمنت بتاعه لما بيبقى جاهز بيبقى الكومبوننت بتاعته ايه. في احنا عندنا يا شباب ممكن نعمل من خلال الفيرلايز لايف سايكل مانجر ده نعمله ديبلوي، وبعد ما نعمله ديبلوي سواء نعمل نفتحه على النت ونخليه يعمل داونلود ونعمل ديبلوي منه، او نعمل عليه اوف لاين ابلود ونعمل منه ديبلوي. ده ستيتس معين، وده شرحته انا في سلسله من الفيديوهات على الاخبار. انا هنا يا شباب موجوده، احنا شارحين اوريدي في الجزء ده. هو احنا عندنا هنا شارحين، لا ده الكورس بتاعنا معلش، على القناه عندنا هنا شارحين ايه في البلاي ليست ديت. البلاي ليست عندنا اللي هي الفيرلاي سويت دي، شارحين فيها الخطوات بتاعت الديبلويمنت بتاعت اللي احنا شرحنا فيها دي كلها، الفيرلاي داتا سكيل مانجر والسيرتيفيكت بتاعته والايدنتي مانجر وكل السيرفيس دي شرحناها في الخطوات هنا اللي عايز يرجع لها ستاندرد. تمام، لكن احنا هنا دلوقتي بنشرح حاجه ثانيه، الا وهي ايه؟ الا وهي ان احنا بنشرح من خلال ايه لو انا هشرح من خلال اللود بالانسر واكسترنال لود بالانسر الموضوع يختلف. لازم يكونوا دول 3 دي قبلها، وبينزل من على الموقع بتاع في ام وير، موقع واحد بينزل ايزو واحد. انا اشرح لكم هنا بينزل ايزو، الايزو ده بيكون كبير شويه، داخله بيكون الفيرالايز لايف سايكل مانجر والايدنت مانجر والفيرالايز اوتوميشن، ومن خلال ويزرد واحد موحد اثناء ما بعمل ديبلوي بيقوم جاي عامل لي ديبلوي للثلاثه وان باي وان، بياخد مني المعلومات بتاعت الفول فايت نيم، الدي ان اس، السيرفر، الستوريج. طبعا ما بيدينيش فرصه ان انا اغير الستوريج، بيكون هو ستوريج واحده للكل، ما بيدينيش فرصه ان انا اغير حاجات كتير اثناء ما بعمل. لو فيه سيلف سايننج سيرتيفيكت لازم انا اعمل اللي هي ايه، دلوقتي بعمل السيرتيفيكت اللي بتعمل جنريت اوتوماتيك من الفيرلايز لايف سايكل مانجر، عايز اغيرها بعملها بعدين او اكون معدها. لكن هو ميزته ان انا بخطوات ويزرد بسيطه بيكون عامل لي اوتوميتد ديبلويمنت للثلاثه كومبوننت دول سواء كلاستر او ستاندرد. تمام، طيب اللي فيرلايز لايف سايكل مانجر زي ما شرحنا يا شباب هو استخدامه هنكمل برضه فين. هو اهميته بيستخدم في الباتشنج طبعا لكل كومبوننت بتاع الفيرلايز لايف سايكل مانجر، الفيرلايز لوج انسايد، نتورك انسايد، من ضمنها الفيرلايز اوتوميشن والاديتس مانجر. اعمل له باتشنج، ابجريد، لو عايز اعمل السيرتيفيكيشن بتاعته، عايز اعمل باسورد روتيت او تشينج باسورد، كل الكلام ده في الفيرلايز لايف سايكل مانجر. هيبقى زي ما يكون مانجمنت انترفيس لكل الكومبوننتس ديت من خلال الفيرلايز لايف سايكل مانجر. الايدنتي مانجر هو مجرد اوثنتيكيشن واوثرايزيشن للكومبوننتس بتاعت كلها من ضمنها الفيرلايز اوتوميشن. والفيرلايز اوتوميشن ما بيعملش داخلي اصلا، لازم ايدنتي مانجر. تمام، اي يوزر محتاج يدخل لازم يخش على الايدنتي مانجر، والايدنتي مانجر سواء يروح الاكتف دايركتوري او لو من الدال او ياخد الانترنال سيستم نفسه اللي هو اللوكال ايدنتي مانجر نفس اللي جواه ويعمل له اليوزر ويسمح لليوزر ده يدخل على الفيرلايز اوتوميشن. ما ينفعش الفيرلايز اوتوميشن يدخل مباشره. تمام، ده لما اجي اعمل في الاركتكتشر. طيب اكتر بقى شويه، الفيرلايز نفسه اوتوميشن ده من جواه ايه؟ الناس اللي اشتغلت على الفيرلايز يا شباب اوتوميشن الفيرجنز القديمه اللي هي 7 فما تحت 6 و7 و5 والكلام ده كله كانت عباره عن مجموعه من البي انز ومجموعه من الكومبوننتس المختلفه لما تيجي تعملها ديبلوي. الدنيا اختلفت هنا،
وهم عملوها كلها جوه ابلاينس واحد. احنا استغربنا في الاول ازاي ده حصل. طبعا الموضوع لما طلع ان هم عملوا دوكر، وجوه الدوكر عملوا كوبرنتيز، وجوه الكوبرنتيز عملوا الريجستري ديت بحيث ان يسطبوا كل الدوكر البودز او السيرفيسز اللي فيها كل الكومبوننتس. فالبوست جريس داتا بيز، الراب ام كيو، الفيرلايز اوركستريتور، كل والسيلف سايد كاتالوج، كل الكومبوننت دي عباره عن اتسطبت جواها كبودز، والبودز بعضها زي ده مثلا في ثلاثه كونتينرز جوه. فكل السيرفيسز بتاعتي كلها ايه، اتعملت كدوكر جواها كوبرنتيز بحيث ان تديني كل السيرفيس اللي انا عايزها من خلال الدوكر والكونتينر. طب انا بعمل حاجه كمهندس بقى واعرف الكلام ده؟ لا، انا بقول لك تفهمه وتتعلمه، لان انت هتشتغل على السيرفيسز دي، لان ايه، هتعرف السيرفيس دي وقفت ولا لا. فانت ممكن مثلا تلاقي مثلا الكتالوج فيه حاجه مشكله، انا محتاج اخش السيرفيس بتاعته شغاله ولا لا. السيرفيس ما هيش سيرفيس عاديه، مش هتلاقي، لا هو هتلاقيها بوت، والبوت فيه كونتينر، والكونتينر ده عامل كسيرفيس، وما هي شغاله ولا مش شغاله. طيب ايه اللي بيحصل؟ انا بسطب ده اوتوماتيك، بيسطب لي الدوكر، وجواه بيعمل لي كوبرنتيز، كوبرنتيز بيعمل لي الكوبرنتيز ماستر والوركر اوتوماتيك جواه، والاي تي سي داتا بيز، وبعدين يعمل لي انيبل للسيرفيس بتاع كيوب سي تي ايه. بعدها يعمل الحلم اللي هي ايه، الريجستري اللي بيكون عليها الايمجز بتاعتي كلها محفوظه وجاهزه عليها، ويعمل ديبلوي 1 باي 1 للبوتس بتاعتي، بحيث ان يبقى في الاخر الفيرلايز انفورميشن لما يكمل يبقى عندي كل السيرفيس بتاعتي ريدي. طيب نتكلم بخصوص بقى عن الفيرلايز لايف سايكل مانجر. ايه الفيرلايز لايف سايكل مانجر؟ زي ما قلنا هو تولز واحده اللي هو ده، اقدر من خلالها اعمل انستول واشوف تشيك الهيلث والسيرفيس بتاعته، واعمل كونفيجريشن اند كونت مانجمنت لكل الايه، للكونفيجريشن لكل السيرفيسز ديت، اخش على الماركت بليس على النت واقدر اعمل انتجريت واشوف اي سيرفيس عايز ازودها واقللها، اعمل على الحاجات دي كلها، اقدر اعمل ابجريد لو في باتشنج او ابجريدنج لاي فيرجن منهم اقدر اعمل، واقدر اعمل ريميديت لواحد واحد منهم اثناء ما هم شغالين. والكلام ده كله بيحصل من غير اللايت سايكل مانجر، بس للايه، للاوتوميشن ايدنتيتي مانجر، للاوبريشن فيرلايز اوتوميشن، للفيرلايز لوب انسايد ده كله من خلال سيرفيس واحده اللي هو فيرلايز داتا سايكل مانجر. طب هل ينفع زي ما قلنا ينفع اعمل فيرلايز اوتوميشن من غيره؟ لا، لازم اعمل فيرلايز اوتوميشن وبعديه اعمل منه فيرلايز اوتوميشن، تمام؟ سواء زي ما شرحنا هنا ان انا اعمل من خلالهم مره واحده، او زي ما شرحنا على الكورس عندنا ان ازاي نعمل ايه لوحده ده وبعدين ابدا اعمل واحده واحده. طيب ايه الايدنتيتي مانجر؟ زي ما قلنا الايدنتيتي مانجر هو بيعمل مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، تمام؟ اعمل كونديشنال اكسس، مين اللي مسموح له ومش مسموح له، السنجل ساين اون للسيرفيسز، للويب، النيتف موبايل ابس اسمح ليوزر معين يشتغل عليها حتى من قبل الموبايل اب. طيب الفي مو لكل الفي مور برودكت من ضمنها بيعمل في مور برودكتس كلها كان تقدر تستخدم الايه، الاس اس او بتاع الايدنتيتي مانجر. طيب بقى الفيرلايز اوتوميشن ابلاينس بتاعنا بيتكون من ايه؟ طبعا احنا شرحنا ان هو كده كده لازم الفيرلايز لايف سايكل مانجر عشان يعمل ديبلوي ليه وللاوتوميشن وللايدنتيتي مانجر، وبالتالي في الاخر نلاحظ الفيرلايز لايف سايكل مانجر بيعمل للاوتوميشن وللايدنتيتي مانجر. وقت ما نعمل الايدنتيتي مانجر يكون جاهز، الاوتوميشن بيحتاج الايدنتيتي مانجر عشان يعمل اكسس، خلاص؟ طيب جوه بقى الفيرلايز اوتوميشن عباره عن ايه؟ هو كلهم الثلاثه عباره عن فوتون او اس عادي جدا. جوه الفوتون او اس بينزل عليه كوبرنتيز، وبيقدر ينزل عليه السيرفيس بتاعتنا عباره عن ايه؟ انجلس كنترولر، ويعمل عليهم بقى كلهم ايه؟ كونتينرز تمام؟ في من الرابت ام كيو والبوست جريس اس كيو. طيب ازاي بقى؟ بعد ما بعمل ديبلوي الفيرلايز اوبريشن، اول ما بيخلص البود بتستخدم ستاندرد بيقدر يتعمل لها مانجد باي بودز باستخدام الدستر بتاع اللي ايه؟ الكوبرنتيز. يعني باور اون الفوتون بتاع الفيرشن ماشين بتعمل لها باور اون، يبدا اوتوماتيك بيروح الايمج في روم البرايفت زي ما شرحنا يا شباب من هنا، يروح على الريجستري دي ويقول له يا باشا انا عايز اعمل لها ايه؟ عايز اعمل لها ديبلوي. دلوقتي فين؟ هنا. عايز اعمل ايمجز ديبلوي، يبدا يعمل لها ديبلوي، تبدا السيرفيس بتاعتها تشتغل، ويبقى انا ريدي ان انا اعمل استفيد من فيرلايز اوتوميشن. كل الكلام ده بيتحصل له اوتوميتد خالص يا شباب. طيب هل الدنيا كلها عندي ثابته؟ لا. طيب الفيرلايز اوتوميشن بيتكون من اول حاجه، اول حاجه من نيمس سبيسز، يعني الناس اللي عارفه الدوكر كونتينر اول حاجه يكون عندك النيمس سبيس. النيمس سبيس ده عباره عن ايه؟ هو ريسورسز معموله ليوزر معين. عموما ده في الكوبرنتيز، يعني ده الناس بتشتغل كوبرنتيز اي حد عنده نيم سبيس، النيم سبيس هو عباره عن ريسورسز رام وسي بي يو ستورج مثلا او كده جاهزه ومعدل استخدام الشخص الفلاني بس. طيب انا عملت نيم سبيس واحده عايز اديني سيمبل عندي في البرايفت اوتوميشن، فهي نيم سبيس واحده اللي هي بريلود ديت، فيها كل السيرفيسز بتاعتي، كل البوتس، وجواها جوه كونتينرز للفيرلايز اوتوميشن. طيب عندك ايه بقى؟ عندي بعض البوت فيها كونتينر واحد زي البوست جريس داتابيز،
وعندي بعض البودز زي بتاع الفيرلايز اللي هو بتاع اللي هو الاوركستريتور، جواه ثلاثة كونتينر، واحدة للكنترول سنتر، واحدة للسيرفر، واحدة للبوليكود. الثلاثة كونتينر في بود واحد، وهنشوف الكلام ده كويس بوضوح في اللاب بتاعنا، ونبدأ نشرح اللاب بتاعنا. هنخش ناخد نظرة عامة للفيرلايز سيكل مانجر وايدنتي مانجر والاوتوميشن، وهنختبر ونشوف الفيرلايز اوتوميشن بيتكون من ايه ونعتمد عليه ازاي. خلينا نبدأ. لما شرحنا شباب اللاب بتاعنا عبارة عن 39 لاب في الكورس ده، احنا هنا في اللاب الثاني هنشرح فيه اللايف سايكل مانجر والايدنتي مانجر والاوتوميشن والسيرفيس بتاعته والابلاينس نفسه. تمام، حاجه ندخل على دي على الفيرلايز لايف سايكل مانجر بالديفولت يوزر بتاعه اللي هو ادمن ات لوكال، والباسورد المحدده بتاعتنا دايما في ال SQL. ندخل عليها، اول حاجه هيفتح داشبورد طبعا عشان فتحته مره، فاللايف سايكل مانجر اللي نخش عليه اللوكر هنا للسيرتيفيكت اللي نقدر نخش منها نعمل السيرتيفيكت والباسورد واللايسنسنج، الايدنتيتي تيننت مانجمنت، الكونتنت مانجمنت، الماركت بليس زي ما شرحناها. انا هخش هنا بقى على اللايف سايكل مانجر. بالنسبه لي انا عندي المانجمنت انفايرمنت، عندي واحده جلوبال فيها الايدنتيتي مانجر، وعندي واحده فيها الفي ار اي، واقدر طبعا جوه اعمل جوه الثانيه ديت ممكن اضيفها بس خاصه بالفي ار اي، وممكن اعمل فيها كل الفيرلايز الثانيين، ممكن اعمل واحده بقى فيرلايز اوبريشن، واحده فيرلايز نتورك انسايد وهكذا. طيب انا بشوف مثلا ديت اشوف فيها ايه، اخش على الايدنتيتي مانجر بلاقي فيها ايه، بيقول لي انت عندك ديبلويد الايدنتيتي مانجر. خلاص طبعا البرايمري نود، لو انا عندي بقى ايه سكندري واثنين سكندري نود هيظهروا لي، احنا انا بما ان عندي واحده بس فجايبها لي اهوت، اقدر من خلالها اقدر اشوف التشينج باسورد بتاعتها اهوت، وممكن اضغط على الثلاث نقط دول تجيب لي سيرفيس كتير اقدر اعملها، اعمل سينك، اعمل باور اون، باور اوف، سناب شوت، اكسبورت، اعمل بليس سيرتيفيكيت، كل السيرفيس ديت اقدر اعملها ايه، والابجريد والباتش والكلام ده كله، الاد لايسنس كله على الايدنتيتي مانجر اقدر اعملها هنا من خلال الفيرلايز سيكونالج للايه؟ للفي اي دي مانجر معانا. طيب ارجع للانفايرمنت تاني واروح على الفيرلايز اوتوميشن، هلاقي الفيرلايز اوتوميشن نفس الكلام برضو، البرايمري نود ما عنديش الثانيه، هدخل عليها اقدر اشوف منها الفيرلايز، اقدر اشوف هنا الفيرشوال ماشين نفسها واخد اي بي ادرس قد ايه، يعني انا ممكن اقعد الديتيلز بتاعتي اعرف الامكانيات بتاعتها والاي بي ادرس بتاعت الفيرتشوال ماشين ديت بتاعتي والداتا سنتر والانفراستراكشر والنتورك، اي ديتيلز عايز اعرفها عنها هنا نفس الكلام اقدر اشوف السيرتيفيكيت، اضيف لها لايسنس، اشوف الكومباتيبلتي ماتريكس، اعمل لها ديليت كامل واعمل لها ري ديبلوي تاني، اعمل ري ريجستر مع الايدنتي مانجر او ري تراست، باور اون باور اوف، باتشنج اهوت. تمام، حتى الباتشنج بيقول لك عايز انستول باتش ولا عايز حاجه من الهيستوري والكلام ده كله، ده في الايدنتيتي مانجر، وده كله جوه الفيرلايز لايف سايكل مانجر. تمام، ندخل على الفي اي دي ام احنا اهوت، هيطلب مننا اليوزر نيم، هنعمل اليوزر اليوزر ده يا شباب احنا عملنا له اكسس واحنا بنبدا نشتغل معانا من الاول خالص. اول ايدنتيتي مانجر يظهر معانا يا شباب، نروح على اليوزرز اند جروبز، هنا هنلاحظ هنا في اليوزرز اند جروب ان احنا نقدر نشوف، هنخش هنا يا شباب على اليوزرز اند جروبز، هنلاقي الكونفيج ادمن اليوزر الاكونت اللي عملت بيه اكسس هو والادمن الاثنين موجودين، وهنا على الايدنتيتي مانجر هلاقي اللي السيستم دايركتوري، ده هو اليوزر البيلت ان الموجود او الدايركتوري الموجود البيلت ان مع الدايركتوري مع الايدنتيتي مانجر اثناء ما بعمل ديبلويمنت، وبيشتغل واقدر اشتغل بيه على فكره عادي مع حتى مع الفيرلايز اوتوميشن، لكن يفضل انك تعمل انتجريت مع الفيرلايز اوتوميشن او مع ايه؟ مع حاجه ثانيه بحيث تخلي الدنيا سيمبل اكتر من الشغل هنا، لانها الدنيا معقده شويه هنا. نخش على الفيرلايز اوتوميشن، نروح هنا نقول له لايف فيرلايز اوتوميشن، هيقول لي عايز تعمل لوجين، هقول له ايوه. فبما ان يا شباب داخل مع ال شغال اوريدي داخل بالاكسس بال هنا، فهو ايه اوتوماتيك حاسس بالاس اس او فدخل اوتوماتيك، لكن انا ما كنتش داخل كان ايه دخلني كان قال لي طلب مني الفيرلايز اخش الاول. هنا السيرفيس اللي عندي اللي هي كلاود اسمبلي، كود ستريم، اوركستريتور، السيرفيس بروكر، والايه مايجريشن اسيستنت. تمام، دي السيرفيس الرئيسيه الموجوده عندنا في الفيرلايز اوتوميشن. هنا يا شباب على الفيرلايز اوتوميشن نعمل بعد ما ندخل عليه عايزين نشوف السيرفيس اللي عنده حاجه يا شباب، نعمل كيوب سيت ال جيت نوت يورينا معانا الفيرجن بتاعنا، ادي اللي هو الماستر كوبرنتيز، وادي الفيرجن بتاعه فيرجن 1.18. ابدا اشوف النيم سبيس بتاعتنا، كيوب سيت ال جيت نيم سبيس جاب لنا النيم سبيس بتاعتنا، عايزين واحد معين من النيم سبيس ديت نقول له جيت مثلا البودز اللي جوه النيم سبيس ده، اقول له جوه عايز جيت بودز ان نيم سبيس اللي هو ايه ده قلنا يا شباب ده اللي هو بتاع الفيرلايز اوتوميشن، فدخلنا عليه ورينا كل السيرفيس اللي عنده. عندنا بقى نقط هنا بقى
دي سباب السيرفيس اللي احنا شرحناها معاكم. فمثلا عندك هتلاقي اللي هو الكتالوج سيرفيس اهوت اللي بيعمل سيرفيس كتالوج، البلو برنت والتمبلت اللي بنقدر نعملها، ادي الكتالوج بتاعها اللي هو البودز بتاعها اهوت. عندنا ايه تاني؟ عندنا فين البوست جريس اهوت، البوست جريس داتابيز. عندنا الفيكو او اب اللي هو بتاع الفيرلايز بتاع الاوركستريتور. تمام، عشان نلاحظ حاجة تانية، زي ما قلنا ان عندنا فيه 3 كونتينر شغالين معانا هنا جوه الاوركستريتور، عندنا 2 شغالين هنا في التيرا فورم بود، وعندنا واحد طبعا في اغلب سيرفيس زي البوست جريس زي ما ورينا لكم اللي هي كانت هنا. تمام، تلاحظوا هنا واحدة هنا 3، وده اللي كنا وضحناها وواضحة معانا هنا في اللاب اهي. طيب الحاجة التانية بقى بالنسبة لنا، احنا عايزين نشوف سيرفيسز، احنا عشان نعمل الكيوب الجيت سيرفيسز برضو على النيم سبيس بتاعتنا اللي هي رينولو ديت اللي هي ريلود. ايوه، طيب ادي السيرفيس بتاعتنا يا شباب كلها اهيت، ادي الكلاستر اي بي بتاعها، ادي البورتات المستخدمه زي ما انتم شايفين اهوت الكلاستر اي بي، ادي السيرفيسز كلها اللي عندنا اللي شغاله معانا، من ضمنها ايه البي جي بول اوركستريشن يو اي كل السيرفيس اللي عندنا، وطبعا الفي كي او بي لود اللي زي شرحناها ايه الثلاثه بتوع الثلاثه بتوع الاوركستريتور، هم الكنترول سنتر والسيرفر والايه بوليجروت. نبدا نشوف الديبلويمنت بتاعتنا. طبعا لازم نعمل انتر الاول، وبعدين نبدا نقول لنا الديبلويمنت كيوب سي تي ال جيت ديبلويمنت. في نقطه يا شباب مهمه، ان النيم سبيس بيعمل شير للاستورج والنتورك والريسورسز مع بعض. تمام، طيب تعال نشوف الديبلويمنت. نلاحظ هنا ادي اهي الديبلويمنت بتاعتنا يا شباب كلها. تمام، كل الديبلويمنت بتاعتنا الاوتوميشن ايل البلو برينت الكاتالوج. تمام، وبالتالي يكون خلصنا الجزء بتاعنا هنا. نرجع كده يا شباب، احنا شرحنا اللاب وعملنا اكزامين للبروليس اوتوميشن ابلاينس وسيرفيسز. اللي شرحناه مع بعض يا شباب في الدرس ده، ان احنا قلنا الفرق بين الستاندرد والكلاستر ديبلويمنت، وشفنا اتعرفنا على الفيرلايز اوتوميشن نفس الكومبوننت وايه اللي فيه بالظبط، وشرحنا الرول في الكوانتيز جواه، قلنا ان هو اصلا كل الدنيا فيه عباره عن كوانتيز وكونتينرز. اللي شرحناه يا شباب خلال الموديول كامل الثلاث دروس اللي فاتوا، ان احنا قلنا ايه الفيرلايز اوتوميشن ده بيعمل ريديوس للكومبلكسيتي عندك في بروفيشننج الفيرشوال كلاود ماشينز او اب كامل، عباره عن 3 في امات مع لود بالانس مع الخدمه دي كلها، بيعمل ريديوس للكومبلكسيتي. الفيرلايز اوتوميشن بنعمل بيحل مشكله السيلف سيرفيس، خلي اي مهندس او موظف صغير يقدر يعمل انيبل لوحده سيلف سيرفيس كونتينر سيلف سيرفيس ديبلويمنت يعني. وقلنا ان الكلام ده كله بيشتغل على بودز مانجد باي كوبرنتيس. تمام، نشوفكم ان شاء الله في الجزء اللي بعد كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.